قدوميها رقت جناسيجي ورشدها الصوماليات محمود عبد كريم جبيرة وما أنت شير جرايد كوكب تي حرونت رقت جناسيجي مقدشو أي شيء إن أي مروجذا لقيب سنة يان دبات هذا سوكر تي جناسات هذه كوهنت بشيء دبكي ككعيسوق بكارها دمات كي بشهرة يضون رقت جناسيجي ورشدها الصوماليات داي دوان مصيبة ده سوما جعودي جدي قدوميها سوق بكارها وانا حسن عبد أحمد حوكسلي يجدجا دبكة أو قدوميه إياه اسمان جنب هرابي ورنت عن سلاية هاي وانين أضيه مدة عن صعود الشقين هني ومدة ما يكون كرسون تهاي مدة جالس أو استعدي إن أي وحقون عود علنا دت كان إن الله له ودت كان ملكي هل كان سكح ولا بالي وها مرك الله في لي وحقو كلا سعر دت كسلا أي ما عنده وين سواب من دجان هذا ما إيه مسافر دجان إستعشان إستعال قف أي ملكي ديال هذا و وأنا مالي يا كيوسيال يا رواية مركو هون مبركة أدو بدناي مركو أفكي لغلاو متر أوعيين دتك يا ترى لك بدناي مركو سياشن إسرائيل غفين نغطي دتك ملكي رياشة وأي قيميين هذه قاعدة كسو قاعدين مركز كيوسي يا رايبا إن كن دور عمل أو أول سنة جنجليس يا لابت كل سنة سياشن إسرائيل كن دور كسو قاعدين سبح بقول يكنتوني أفر غفن ودتك كشقي سنة يا هاي وأما كريستي أما أيوه كريستي كح كح أنا كنا على أول شقي السنة هي أو تيم تيمها أفر بقول كنت نزيد خوفها كنا عفا السنة زي أنت زرتها هذا أو ميها سوقيها مركا وفسي وفي السنة ما لقالها هذا كذا بحيد بس كذا بقول كنت أنا أفرتها لو بقول يلا لو كنت لو بقول كنتم دولار رواي مركا لو سكوت ده راح نتدي جود قياسين أو دياش شو إنك استو وحير أي صوب بحكران وهذا بس ده أفر شنو غفا وده تكمل كلاش هو قال دكمنت كلام أي سوكر مين لكن هذا السجن سدح بقول لك كنت ضاوب بقول لك كنت دولار وايل أكثر رأسه بدي ونربنا بلدتك ولا علينا بكت الجارت لكن ما حس وح كأول إسبان وح هدا لسمينا إنه كده يحلى قد يكون إن أسوأ ملك الجنيد ربنا السنة هاي بكت السوق جارت هدا ربنا ولا أحد استوى دريم كرتان ولا يسكي وح قوانا لكن بالوحان هنا لو تيجي الجارت إن الغيب سنة أنا ممكن أستأنس الصومالية ده قدومي جبير رأي شيء إن أي مهم تهاي إن ليس وافجيو العجها لصو وريوسي عدارد لوجو قبيو dadka ay dhibaatoodu soo gaartay halka ina baaq uga soo jeediyo ganacsatadeena reer Muqdisho ama ganacsada Soomaaliyeedba ila dadkaas walaalaheena ee tabarta yar leh ee ganacsigu seenbar hoos ka soo wada bilaawday meeshii maray inuu u kaalmeen oo u istaagno dhamaanteen meel ka soo joon wali shirkadaha waaweyn oo shirkadaha waaweyn oo eeda ah iyo kuwa dhaxa iyo kuwa hoosaba inaan isla gaarin oo walaalaheen aan gurmad u sameeyno culaysi waa iska jiraan dhib badan waa jira laakiin waa dareemi kartaan qofka dab qabsaday إيه التأثير تاع كل شيء السنة هاي أنت يا كل شيء السنة كم غنت هاي أنت أنا سوق جارنا لو حتى كل شيء أكتر تامر كأنا تاس أنا استعين بدك هذا واحد بحين وكم هتسيهم وهذا حق أورنت أنا ما وضع الحمد لله وحن كلام ربنا إلا سوا فجيو أورنت هذا إن أورنت سوقا سب لنا لو بجرا لكن أنا يا أسر وجر أستأه وحن أقول هاي بدونها سوقا بكارها أو حسن عبد أحمد حوكس لا بدي أقوله جامين هاي oo sektorada suuqa ay kula jiraan oo dhaasha ka ah iyo gudiga dabka oo hoggaaminaya Ismaan Jaran Bihiraabe oo runtii ah ninka odaga ah asiguna ay gudiga ay soo doorteen oo afar qof oo hadda la joogta oo gudiga shan qof ka kooban inay iswada waafajiyaan hadii qof walba bac inta qaadato qof walba wax soo ururiso in aan meelaha isugu soo wada noqono ay yeelato oo xoogsade oo gudiga rugtana siya suuqa bakaaraha ah iyo Ismaan Jarambi inay soo gaaraan ugu dambeyntii waxa la ururiyay dadku istaagana waa mahadsantiin waxaan rabaa marka inaan walaalayn idinkana idaahdo intii wax gaaray intii dib gaartay waa Allaha u dharab saaro gudoomiyaha rugta ganacsiga iyo warshadaha Soomaaliyeed Maxamuud Cabdikariin Gabeere ayaa sidoo kale baaq u diray maamulka gobolka Banaadir iyo wasaaradda maaliyadda maadaama dadka dibku soo gaaray ay canshuur bixiyaan lahaayeen inaan baaq u diro gobolka Banaadir iyo وزارة مالية الدولة ده حلا أنا مركز ربع إنه وش هو ده كان ولا إنه إنت سوق جارين وحي أهين ده تكسبير أو عنشورته ورتبة يعني عنشورته السوق ده إسكب بعيا ده كان هدانا أنا جو أنا دم أمال قشان ولا نورين محمد ده ماشى وأنا جب أنا ناني سا مركز حن أتصل إنه جوال كمنادل إيه وزارة مالية دولة إني عود ألين تحسن قالك قاتانو أي غلفت وده أي عن بحيان إن شاء الله دي لنا ده sidoo kale waxa shirkan jaraa'id qayb ka ah gudoomiyaha rugta ganacsiga gobolka Banaadir iyo gudoomiyaha ku xigeenka rugta ganacsiga iyo warshadaha Soomaaliya waxay dhankooda ku baaqeen in lacagaha lagu hagaajiyo gudi ay aqoonsan tahay rugta ganacsiga
si dadka ku hanti beelay dabkaas cadaalad loogu qeybiyo cadaalad loogu qeybiyo lacagaha la soo ururiyay si aad ugu adeegato Premier Wallet kaliya taabo buttonka Pay ku aadi kaamirada QR ka goobta aad wax ka iibsanayso gali lacagta iyo faahfaahin kooban taabo next kadibna confirm ugu dambeyntiina gali mbinkaaga si aad u dhameyso iibsashada Premier Wallet waa habka ugu casrisan ee aad ku adeegan karto maalin kasta.